تستمر المساعدات الإغاثية العابرة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار الجهود المصرية والمساعي الدولية لإغاثة الشعب الفلسطيني، حيث عبرت اليوم نحو 95 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية وتسع شاحنات محملة بالوقود من غاز وسولار. المزيد من التفاصيل نتابعها مع الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري. نعم، تحياتي. حيث لا تزال المساعدات الإنسانية ومساعدات الطبية ومصادر الوقود تنفذ من خلال مصر إلى الأشقاء في غزة من خلال معبر كرم أبو سالم، ولكن التعنت الإسرائيلي في إنفاذ هذه المساعدات لا يزال مستمرا، حيث تقل وتيرة الشحنات التي تدخل إلى القطاع. ففي الأسبوع الماضي لم ينفذ إلى القطاع سوى نحو 125 شاحنة فقط من جملة الشاحنات التي تقف وتتراص على الطريق بالمئات لأكثر من شهرين في انتظار أن تعبر إلى الجانب الآخر، وهو ما يفيد بأن الجانب الإسرائيلي لا يأبه ولا يهتم بالجانب الإنساني في غزة ضمن سياسة العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. حصيلة هذا اليوم من الشاحنات التي مرت إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم وصلت إلى نحو 125 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمواد الطبية للشعب الفلسطيني، فضلا عن نحو تسع شاحنات وقود عبارة عن سولار وغاز أيضا مرت إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم، وهو عدد ضئيل جدا بالنسبة لما يحتاجه القطاع من مساعدات إنسانية ومصادر للطاقة لتشغيل المستشفيات وخلافه هناك، فضلا عن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة. إلى اللقاء.